أيها الأحبة في كل مكان، بعد أن رددت الجزائر كل الجزائر هناك في البلاد وهنا في إنيامي قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرن إلى بلايلي. يا سلام، حطها برا، حطها برا، حطها، جول جول. رياض محرز يحرز الهدف الأول ويصل بالجزائر إلى النقطة رقم 10 وإلى المباراة رقم 1. يا سلام، الله 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 الله، الثالث بالنصر. هجمة مرتدة للمنتخب الجزائري، وجد المساحات الشاغرة وتمكن من الوصول إلى شباك الحارس داودا. الهدف الثالث للمنتخب الجزائري من هنا. البرازيلي الجزائري، البرازيلي يلعب كرة لمحرز. يا سلام، يا سلام على المنتخب الجزائري وبونجاح الذي عاد إلى التسجيل. قلنا قبل البداية بأن المباراة تحتاج إلى بونجاح، وبونجاح يحتاج إلى هذه المباراة من أجل أن يعود.